عليك اسأل عليك اسأل عليك اسأل من الرايح ومن الجاي وحنا ليك وحنا ليك مثل لك مثل راعي في حل الناي واقول اصبر على غيابك وفي وما تنسى احبابك اقول اصبر على غيابك وفي وما تنسى احبابك لابد ما تجي تضحك فرح دنياي لابد ما تجي تضحك فرح دنياي لابد ما تجي تضحك فرح دنياي لابد ما تجي تفرح لي دنياي وتفرح لكم إن شاء الله وتفرح كل اللي يسمعونا. أحبتي أخوتي مشاهدي قناة أنتونو برودكشن، مساء الخير عليكم بهالليلة الحلوة اللي حقيقة أقول حلوة بشوفتكم وحلوة إلي خاصة، لأنه الليلة راح ألتقي ويا واحد من أصدقاء طفولتي، تربينا سوا بحارات البتاوين الجميلة الأورفلية اللي حقيقة كنا قضينا بها أحلى أيام شبابنا الطيبة ولعبنا سوا وتغربنا، كل واحد راح المكان، وبعدين الدنيا همين حبت تكمل فرحتنا ونجتمع بأستراليا، ولذلك هو حب يدخل وياي بأغنية عليك أسأل. أنا أشكرك جدا أنه تسأل علي عزيزي فناننا المحبوب. راح نحكي اليوم بسيرة فنية عن مثل ما قلت لكم شخص عزيز على قلبنا، نمير الحمداني، اللي ترك الوطن وجا لأستراليا وحاول يكون واحد من الفنانين اللي موجودين مالبن، وإلى حقيقة شعبية جدا جميلة، أنه إنسان بسيط الابتسامة دائما على وجهه ودائما يحب الخير للكل. فأهلا وسهلا بكم مرة ثانية إخواني المشاهدين، وهمين ما ننسى الليلة ويانا عزيزنا وعازفنا المحبوب جوي سعيد اللي راح يكون ليلة يرافقنا بالعزف. شكرا جزيلا عزيزنا جوي. احنا برنامجنا اسمه دردشة، لذلك ما راح اتقيد باي اسئلة، ما راح اتقيد باي نوع من الالتزامات اللي تخليني اقول له انا اسألك وتجاوبني، لا. راح اروح على اخويا نمير الحمداني. اهلا وسهلا بك ويانا الليلة اخويا نمير. اخويا سعيد، ونشكر انتون برودكشن على هذا اللقاء، ونشكر سعيد انه دعانا لهذا اللقاء الحلو، ونشكر اخونا العزيز عازفنا الحلو جوي. ان شاء الله يكون اللقاء ممتع. شكرا جزيلا اخواني نمير. مثل ما قلت احنا تربطنا علاقة عمر. نعم. 40 سنة، ما نكبر نفسنا أكثر؟ نكبر بعد شوية؟ 40 مو؟ يعني بريع عن شبابنا بين أيام البتاوين. إي أيام البتاوين كنا نلعب طوبة سوا. احنا لقائنا اليوم وياك كنمير الفنان، نمير الحمداني. أنا أعرفك، أعرف سيرتك الذاتية، أعرف كل شيء عنك. بس حبيت اللي اعرفه بانت تنقل لاخوتنا المشاهدين اللي يعرفون منه نمير الحمداني. اعطيك بداياتي بالعراق، بلشت بالغناء وانا عمري حدود 15 سنه، بس اللي خلاني اكثر يعني اطور نفسي من كنت بالجيش، كنا نطلع حفلات مال العسكر. اي نعم. كنت اغني دائما، جماعتي كانوا يشجعوني على الغناء وكانوا يطلبوني بالتوجيه السياسي، ما صارت الفرصه تعرف العسكريه والحرب وهذه. فمن رجعت خلصت العسكريه اول ما بديت سويت لي فرقه وبلشت اغني بالحفلات. احنا قبل ما سويت الفرقه منو قال نمير
انت عندك موهبه غنائيه غني، لانه احنا كنا غني صح، يعني غني ويا نفسنا بس نغني للناس لنرضي العالم، هاي شغله مو هينه والله. هذه يعني كهوايه وشغله فطريه صارت، انه عندي اني ما حد شجعني، اني يعني ما موجود احد بالعائله. بلي كان عندي المرحوم والدي الى رحمه الله، صوته حلو ويحب يغني دائما، فانا كنت استمع له من كان يغني الاغاني القديمه، فكان يعجبني انه اردد مثل ما كان يغني هو، اعيد الاغاني مالته. حلو. فظلت طبعت هذا الشيء، وانا شفت نفسي انه عندي قابليه انه اغني واحفظ بسرعه. بديت غني له، قلت لك صارت عندي الفرصه انه اسوي باند، والله وفقنا ومشينا بالشغله هذه واشتغلنا، وظليت من 91 لحد اليوم. انت تستاهل كل خير، لانه مثل ما قلنا حقيقة من عائلة إن كل الاحترام، وإنسان طيب ومتربي وفارض نفسك علينا يعني، لأنه أخلاقك هاي. نمير، أول أغنية وقفت قدام الناس تغنيها، أنا متأكد كنت مرتبك، كنت خايف إنه دا توقف دا تغني، تتذكرها؟ هي شو ما تذكرها اللي هي؟ اللي أنا أغني كنت أول حفلة طلعت بيها غنيت الكاظم الساهر. ليش ما قلت من الأول؟ حلو. أغنية سلو يعني كانت صعبة، حتى العازف اللي وياي قال لي شلون راح تغنيها؟ قلت له نغنيها ونتكل على الله. بس أنا أعرف الستايل مالك عالي. بالبداية أي يعني كل أغاني كاظم الساهر، العيساوي، حاتم العراقي بذاك الوقت التسعينات كانوا موجودين، كنا نسمع هالأغاني ونغنيها بالحفلات. أنا ستايل مالتي شعبي يعني بالحفلات الأغاني الراقصة كلها، بس أكو أغاني اللي كانت تعجبني إنه أغاني كاظم سلو هو يعني كان أرددها فكنت أحفظها. صار عندنا حفلة، أول حفلة ناس أعرفهم جابوني لحفلتهم غصب، يعني كنت أغني من نروح حفلة مثلا يعزمونا بحفلة، جماعتك أصدقائك يطلبون منك إنه تصعد تغني على الستيج، نترخص من الفرقة بلاش، لا نترخص من الفرقة اللي تعزف إيه؟ بالفرقة. أنا ما كان عندي باند وقتها، إيه؟ أحكي لك إنه كيف بلشت أغني، فجيت أصعد أغني بالفرق ويا الفرق. الناس كانت تحب إنه أسمع، ناس من قرايبي قالوا لي لازم تغني بحفلتنا اليوم بيوم العرس مالتهم. حلو. ثاني يوم الصباحية قالوا لازم تغني. زين شلون أغني؟ قالوا أنت لازم تدبر لك عازف. أنا ما أعرف أحد، ما كنت مخلي بالي انه اسوي فرقه، رحت دبرت سالت جبت عازف اورجن طلع وياي خطيه. حسب ما اتذكر كان بتاوين احنا بشارع سبعه وانتم بتسعه، كان اكو ويانا اخ عزيز علينا جدا، تحياتنا له اذا يشوفنا، باسم رزقه. باسم رزقه تتذكر الباسم؟ هو العازف الاورجن كان يعزف ويا الفرقه مالته، كان طبال مو؟ كان يعزف دراسه. لانه اتذكر كنا ننزل بالسرداب ونشوفه هو وخبصته هو باسم. أنا من رحت هناك شفت باسم ويا الفرقة مال الولد هذا العازف، أخذت رودي أوجه له تحية، هو هسه بسدني ويسمعني. تحياتنا إلى عزيزنا رودي باسم البرنامج. أحلى رودي كان هو يعني بالعزف، إنه ما كان يبخل علي بشيء بالعزف، شو أريد من عنده يقول لي بس أنت شو تريد أي أغنية. هذه أنت تريد من رودي. أي. بس إحنا تعرف درجة حرارة قد ينام مالبن هسه تقريبا هي 6-7 هناك، بس عندنا بالاستوديو انجماد كامل، فالعزف مالتنا راح يبرد والظاهر قرفص. اذا شويه تمارين، اذا قرفص ما راح تطلع منه ولا لحن، ولا هو فنان دائما يصعد ويانا، فتقدر تحمين لنا يا شويه دجاجه. الله 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 يا جمالك دلل علي انا احب دلالك، الله 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 يا وصالك من غبت عني قلبي حن وجالك، الله 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 يا جمالك دلل علي انا احب دلالك، الله 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 يا وصالك من غبت عني قلبي حن وجالك. We'll be right back.
حصن طهونك يا وحي عيونك خوفي عليك الناس يحسدونك يا حصن طهونك يا وحي عيونك خوفي عليك الناس يحسدونك خو يمي ولا تظل بدونك تكمل فرحتي والفرح وصالك الله 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 يا جمالك دلل علي انا احب دلالك الله 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 يا وصالك من غيبت عني قلبي حن وجالك حيهم عاشو رجعنا وياكم مره ثانيه والعزيز نمير الحمداني طبعا احنا بما انه قلنا خلي غنينا شويه اغنيه طربيه على مود نحمه شويه مثل ما قلت عزيزي نمير نرجع احنا الايام ايام الصبا شجعوك قالوا لك غني وتشجعت شجعوني بالمنطقه اصدقائي وناسنا الطيبين اللي هناك كان دائما يردون يعني انه يبرز واحد من المنطقه يكون يتباهون به وطبعا كل انسان يحب حتى من يدندن حتى لو مو مطرب الى شخصيه فنيه غنائيه او مدرسه غنائيه معينه تاثر بها بمن تاثر نمير الحمداني والله اكثر شيء تاثر ثاني بالمطربين القدامى من فاضل عواد حلو مدارس اي ياس خضر سعدون جابر يعني مطربين هوايه اكو بس يعني مع احترامي للباقين يجوز ما تذكر الاسماء ما تجي ببالك وبعدين وراهم من اجوا الكاظم حاتم عادل عقله اسماعيل الفروجي مهند محسن يعني هسه احنا ذكرنا ذول المطربين اللي دا تذكرنا اياهم كلهم غناهم عربي غنيت لغات ثانيه نمير والله لغات ثانيه شو اقول لك يعني شورت. بالعراق حتى كردي تغني بس تعرف هناك كنت يوميه حفله مو مثل هنا كل اسبوع هناك يوميه فتضطر انه تطلع تسمع وتحفظ واني انه كانت ذاكرتك قويه تحفظ كل شيء يعني هسه مشاغلك والشغلات اللي تكون براسك ما تخليك يعني انه تركز على شيء فظليت على العربي بس يعني حتى السورة اقدر اغني إيه؟ بس اني هذا مو الستايل مالتي نعم. مو ما اعرف اغني لا اعرف اغني بس مو ستايل مالتي انه مو شغلي اكو ناس تغني سورة اكو ناس تغني عربي اللي يعني ما اخبط الستايلات واحد بالثاني واني حلو انسان يلتزم بمدرسه معينه ويمشي باسلوب على مود يتميز به لانه صاحب المشي ثاني يضيع المشي يعني هسه نرجع للعربي لعد بما انه انت تغني عربي الموال قيمه الفنان المطرب تقدر تقول له بالموال فإذا طلبنا منك موال شو تسمعنا اليوم لا تشوفني تعبان حيل هذا مين جرح القديم راس بك ما ينحني غير بس لله الكريم لا تشوفني تعبان حيل هذا مين جرح القديم راس بد ما ينحني غير بس لله الكريم وانت تجيني هسه وانت تجيني هسه كل يوم بلف حجاية روح امشي من قدامي شلون عالم هاي
مادام تحكي بظهري يعني تظل ورايا، مادام تحكي بظهري يعني تظل ورايا. إن شاء الله سلامتك من التعب عزيزي نمير. يعني إذا هسه تقول لي هيك موال وتعبان ولعد شيء، لا تشوفني تعبان بس أنت يعني الموال دا يعبر عن وجهك حتى نصيت وياه وإنه أنت تعبان. الغربة تعبتك؟ أي والله الغربة تعب. من يا باب من غربة الوطن، غربة الأهل، الوطن والأهل، يعني الأهل بالدرجة الأولى والوطن يعني شو أقول لك، ما أقدر أقول لك إنه بالدرجة الثانية، بس الوطن هو أهلك. صحيح. الوطن إذا يعني شلون يوم ضيع وطن أنت مضيع أهلك. حقيقة. تلقى الوطن إنه أهلك كلهم يكونون يمك. يعني نمير تحن تحن شوها. أنت شو تحن اللي يا مكان الوطن تحن اللي يا بقعة أو اللي يا حالة عشتها. بس أنت رجعتنا الأيام يعني. واحنا بالنفس طينه ولد. أيوة ولد نفس المكان. يعني اتمنى ارجع لنفس المنطقه مالتي البتاوين، ارجع نفس الناس الاورفليه. الاورفليه زقاق 9. اي بس باقي رقم الدار ما راح نذكره، خاف يسوي لنا مشكله فيه. 101. احنا نرجع ذيك الايام. احنا مدى نرجع عليك لو جاع عزيزي نمير، بس حبيت احرك بيك احساس انه الوطن بينا. صدقني مهما كان وين ما رحنا الوطن بينا. احنا الوطن، الوطن مو تراب، الوطن ناسه. اي والله ناسه. هسه انا وانت ليش ملتقين؟ شفت غيرك وشفت غيرك، حسيت انه الوطن بعده بخير. صح الوطن بعيد، بس من تشوف ناسك هنا واصدقائك تحس انه بعد الوطن موجود. صحيح. لان نفس اللمه اللي كانت قبل لقيتها هنا. يعني هسه عندنا اصدقاء، انا متاكد عندنا اصدقاء من خلال هذا اللقاء راح يتفرجون علينا وراح يقولون ايبا ذول اثنين نعرفهم قبل 40 سنه يوم زمان، مو من كنا نلعب بالشوارع كاصدقاء وهذا ساحاتنا. بما انه احنا ذكرنا الاصدقاء، تقدر تقدم لنا شيء للاصدقاء او يعبر عن قوه الصداقه انه احنا بعدنا اصدقاء، بعدنا ولد ذاك الوطن؟ احسبها علي غلطة مو بيدي، احسبها علي غلطة مو بيدي، ما يرضيني تزعل لو عني ما تسأل، ما يرضيني تزعل لو عني ما تسأل، انت ادرى بي انت ادرى بي. هي زلت لساني ما تنعثاني، هي زلت لساني ما تنعثاني، أراضيك بثواني والله لو تزعل علي، أراضيك بثواني والله لو تزعل علي. هي زلت لساني ما تنعثاني، هي زلت لساني ما تنعثاني، أراضيك بثواني والله لو تزعل علي، أراضيك بثواني والله لو تزعل علي. احسبها علي غلطة مو بيدي، احسبها علي غلطة مو بيدي، ما يرضيني تزعل لو عني ما تسأل، ما يرضيني تزعل لو عني ما تسأل، انت ادرى بي والله انت ادرى بي، اي انت ادرى بي انت ادرى بي. بصراوية.
يا أغلى من عيني منتظرك تجيني يا أغلى من عيني منتظرك تجيني من روحي وحنيني والله جايب لك هدية من روحي وحنيني والله جايب لك هدية يا أغلى من عيني منتظرك تجيني يا أغلى من عيني منتظرك تجيني من روحي وحنيني والله جايب لك هدية من روحي وحنيني والله جايب لك هدية احسبها علي غلطة مو بيدي احسبها علي غلطة مو بيدي ما يرضيني تزعل لو عني ما تسأل ما يرضيني تزعل لو عني ما تسأل انت دربية والله انت دربية انت دربية والله انت دربية هي هاي الصداقة الحقيقية لو زلت لسان لو غلطة بسيطة لو أي عارض الإنسان إحنا بشر بأي وقت يطلع من إنسان تصرف أصلا هو ما راضي عليه بس هي زلت لسان وإنت أدربية يعني لازم الصديق الحقيقي يعرف صديقه أكثر ما هو يعرف نفسه هو يقول لك هي زلت لسان أراضيك بثواني ولا شنو معنى الصداقة؟ الصداقة شنو هي الصداقة إذا الصداقة. إذا أنا ما أعرفك إذا ما أتحملك إذا ما أوقف وياك إذا ما أشيل همومك أداوي جروحك فإذا صارت زلة لسان تسمح لنا إن شاء الله ما تنعاد عزيزي نمير أنا جدا أشكرك على هالغنى الجميل من خلال دردشتنا الحلوة راح حتى من البرد دنطفر كلام أنا من شوية تعرف صار فترة ما مغنين يعني حتى الصوت الأوتار تكون مجمدة ها ما كنت تمرين المشاهدين لا يعدول علينا يقولون صوته لا هي هي مشكلة حقيقة يعني الصوت تعبان لأن ما مغني هواية مو بس هاي أول مرة تجي تغني مرة لوخ القعدة قدام الكاميرا همين تشنج لا تغني تنطلق دائما تشوف بالعراس ما انتبهاني ما ادير بال للكاميرا ولا كانه يمك بس هنا قاعد والمخرج دبا عليك المصور يقول له تعال صورني حتى اخذ زوم وياه اي لا ويأشر لك وسوي هيك يا عمي دردشه هي دردشه بدون لا التزام ولا شيء ان شاء الله هاي الدردشه ترجع وتكون دردشتنا ولقاءاتنا بعد ما رب العالمين يخلصنا من هذا الوباء إن شاء الله. اللي قيد كل جميل. الدنيا واللي حقيقة هو إلى ناحيتين سلبية بحد ذات أنه هو مرض وباء مرض بس الإيجابيته عرفنا قيمة أنه إحنا ترى لا شيء اقعد راحة كافي بزلة لسان ما تصدق تلزم علي لازمة لا تجي تطلع لي دفاتر وتحاسبني تحس بالصداقة وتحس بناسك وبأهلك وبجماعتك أنه تريد بس تشوفهم دائما تريد تقعد وياهم ما وصرت بعيد عنهم هسه تتمنى أنه لأنه الحرمان الحرمان يخليك خليك ما تتحمل الحرمان بس تريد تسوي شيء اللي محروم منه قبل كانت موجودة صح خوني نمير حقيقة الحديث وياك جدا حلو مثل ما قلت أسئلة ما راح تقيد بيها نرجع للغربة كل هذا كنا نحكي بالوطن ونحكي بالأشياء اللي عشناها هناك هسا نرجع لغربتنا عن الوطن تركت الوطن وقلت يا ربي عليك خليت غرب وأصعب قرار الإنسان ياخذه هو مو بس يتغرب كلمة نفسرها بس تفصل الجسد عن الروح تفصل تراب احنا مؤمنين واحنا نقول جسدنا تراب صح وترابنا الوطن مو صح بس فصلناه غصبا علينا مجبورين ايش قد اثرت عليك هذه الغربه هاي هوايه اثرت هوايه اثرت انه جيت ببلد انت ما تعرف شيء بيه لما تعودت عليه يسار يمين يمين يسار حتى اللغه حتى العادات ولحد الان يعني ما مخلي ببالنا اللغه انه تعلمنا شويه لغه بس مو مثل ما كنت جاي برضاتك دا تلاقي صعوبه لا الحمد لله والشكر انه هسه شويه احسن من قبل البدايات كانت
صعبة. زين شلون تقيم لي الفن باستراليا؟ الفن باستراليا حقيقة حقيقة يعني تريد الحقيقة ولا تكذيب؟ حقيقة حقيقة. اي لانه اذا تحكي فد شيء اني صريح ما اعرف ازيد، وهذا هذا اللي نريده. اني هنا ما اشوف فن بصراحة، يعني قلة مع احترامي للباقين، يعني قلة القليلة انه تشوفهم فنانين، صحيح فنانين، بس هنا ماكو تقييم وتقدير للفن. السبب المستمع لو المستمع الفنان ما يقدم شيء اللي يخلي المستمع يرضى به، بس أنا اليمي اللي أشوفه إنه المستمع شو تقدم له مدى يرضى به، شو تقدم له؟ يعني راح أسألك سؤال مو الغاية منه أريد أسوي مثل ما نقول بالعامية بلبلة أو مشاكل. لا لا ماكو بلبلة. لا هل سبب إنه الفن هنا ما نقدر نقيم الفنانين بيناتهم؟ أو الوسط الفني عامة، يعني مو بس المطربين، العازف، الكاتب، هو الملحن. هو وين ما تروح، أي مكان تروح له بالعالم، أكو مشاكل تصير بين ال... إحنا خلينا بغربتنا، نحكي على غربتنا. نحكي هو نحكي كاني عامة. أي. وخاصة هنا أكو ماكو مكان ما بي إشكالات بين العازفين وبين المطربين وبين المصورين وبين كذا وبين كل شيء، يعني يجي يجمع بالفن أكو بي مشاكل. كل واحد يقول أنا أحسن، ماكو واحد أحسن من الثاني، بس ما حد يقول أنا أحسن. الناس تقول no, no, no. آه. الناس تقول أنا إذا أجيك بهذا إيه؟ الموضوع أنه أنا ما أقول أنا أحسن، أنا مو أحسن من غيري، لأنه مثل ما يقول لو دامت إلك ما وصلت لغيرك. صحيح، هذا المثل لازم مثل كل مثل العالم تعرفه. أنا من جيت هنا اشتغلت انطلقت والناس حبتني وعرفتني. تحاربت؟ بس هواية هواية ما حاربت، حاربت بس الحمد لله. أنا ما أمشي وخلي وراي اللي عليه أسوي، اللي مو عليه ما أتقرب له. نمير الفن هو وسيلتك الرئيسية للعيش؟ لا لو لا لا. أنا لو الفن وسيلتي للعيش جتني فرص بالعراق هواية، إيه فجتني هواية فرص بالعراق إنه أصير فنان، شلون تقول فنان يذاع تلفزيون هوايته وعمل الرئيسي. أنا هاوي فن، هاوي أغني، هواية يعني لا دارس لا أعرف النوتة ولا أعرف شيء، أنا أجي أصعد على الستيج شو تريد من عندي أغني لك. حلو. شلون يغني المطرب؟ يجوز أدي لك أنا أحسن من المطرب اللي يغني الأغنية الأصلية. هسه عندي قابلية أنه أغني هذا. نرجع لفحوى سؤالنا اللي بديناه، اللي قلنا ما ندور مشاكل. شنو اللي تشوفه أنت راح يخلينا بالسكة الصحيحة الفنية بمالبن خاصة وبأستراليا عامة؟ بأستراليا عامة وخاصة إنه كل واحد يلتزم بشغله، ودائما يكونون كلهم محبة وإيد واحدة، وواحد يساعد الثاني مثل ما كنا بالعراق. هاي مثاليات نمير. إي إي لا 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 لا, 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 لا بس كنا شلون؟ نو إحنا كنا بالعراق فرق، من كنا نشتغل ماكو هذا ياخذ شغلك، ماكو هذا ياخذ حفلتك. أنا أروح علي أحتاج. ده يصير هالشيء هنا؟ إحنا ده يصير هواية. أنا جيت هنا تعجبت، يعني كرهت الفن من وراء هالشغلات هذه. صدقني كرهت الفن من وراء هالشغلات. أنت 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 يعني أنا أحب أساعد. أنا يمكن أنت فنان بالفطرة. يمكن جوي يعرفني، يعرف أني ما أبخل على واحد بشيء. يعني اللي يريدني أنا ياما ياما طالع حفلات هنا مجانا بدون فلوس. أي واحد يقول لي أريدك بحفلة ما أقول له مبلغ أو سعر أو شيء، أروح أغني حفلتي وأطلع. لو يخابرني هو يقول لي إيش قد تريد فلوس، أنا أقول له أنا من عندي هدية. أكو ناس تستاهل، أكو ناس لا. أكو بس 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 هذا همين إنه ما تعتقد إنه راح يأذي المسيرة الفنية إنه كل واحد ينزل السعر بكيفه؟ أنا ماذا أقول لك دا أنزل سعر؟ لأنه اللي أعرفه أنا ما دا أقول كنمير، اللي أعرفه هذا اللي دا يصير، هذا اللي دا يصير إنه عالم دا تحاربه برزقها. هنا اللي دا يصير هذا الشيء دا تقول علي أنا من زمان أحكي بيه وأقول إنه كلكم لازم تتفقون، كلكم تخلون سعر واحد، لا هذا صاعد ولا هذا نازل، كلكم مستوى واحد، كلكم غناكم حلو، كلكم عزفكم حلو، الفرح كلها زينة، ماكو هذا زين وهذا مو زين، تريدون تشتغلون تقولكم دا تشتغلون بالساحة. ومو كل العالم تطرب تطلب نفس الشخص. لا اكو عالم تحب لون هذا، اكو عالم تحب لون هذا، اكو عالم تحب هالشخص.
اكو عالم حاسه نفسها بس صح. هي مو آه. اكو عالم هنا هو هذا الشيء اللي اقول لك عليه، انه انت ما تجي تفرض نفسك انت على العالم، انه بسعرك القليل تستلم الشغل كله وتخلي العالم اللي تريد تشتغل ما تشتغل، لا ما حلوه هذه. أنا مو من هذا الجانب، أنا بالجانب إنه الكل تكون سواسية. يعني هسه رسالتك اللي تحب توصلها نمير لأصدقائكم وأخوتك وهم أصدقاء، إحنا كلنا أصدقاء. الكل لازم يكونون المحبة، يعني أنا كل شيء ما أريد من عندهم إنه دائما لحد الآن الحمد لله والشكر من إجيت لحد اليوم يمكن ممزع على أحد، واللي زعلان من عندي جزء من ذاته، يعني من يوم ما هو زعلان أنا ممزع على أحد، وبشغلي هذا بشغل الفن أنا لحد اليوم ما عندي واحد زعلان مني. صحيح. طبعا شاهد علي انا مثل ما قلت حاولت اطلع منك هالحكي لوصل اني رساله باسم المستمعين وباسم هالجمهور العادي. انا انسان شخص عادي مثل ما اقول بكل لقاء اقوله، أنا مو مقدم برنامج محترف، هاي مو شغلتي الرئيسية. أنا مدى أعيش ومدى أخذ كل شيء على لأنه أحب هالشغلة، أحب إنه أقدم أخويا نمير، أقدم عزيزي جوي، نكون سوا، نكون نجتمع دائما لنسوي فتشين بين للعالم يا ناس إحنا تغربنا بس إحنا قوياء، إحنا تفرقنا هناك تجمعنا، خلينا نلتم هنا، فلا تتكبرون على البقية. أنتوا اللي شايفين نفسكم، مدى أقصد شخص معين وما راح أقسم على الحكي، ثقوا بالله، الثقة بالله شيء مطلوبة. مدى أقصد شخص معين ويعرفون العالم، إذا أريد أحكي أنا أحكي حتى بالاسم إذا أكو شيء إيه، بس أقول خلونا نشتغل سواسية، خلونا نحب بعضنا، لأنه الغربة إش قد ما تكون النميمة بيناتنا راح تضعفنا، وراح تكون مثل السوسة اللي تدخل بالخشب وتضعف الخشب وينزل. فخلونا قويين ونلزم يد بإيد، وعلى مود العالم تقول ذولا طلعوا من بلدهم ضعاف البنية فقرة، جو هنا تقوى. وليش تقوى؟ بالمحبة، لأنه هي رسالة المسيح، المحبة تكاتف، فنحب بعضنا. واتمنى الرسالة وصلت. راح نروح فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. Just like the sound. رجعنا وياكم أخوتي المشاهدين، وبرجعتنا راح نرجع وياكم بنصيحة نتمنى أنه الكل يتقيد بها، لأنه هي بالأول والأخير لمصلحتكم. أكو تشدد جدا كبير بالشارع للغرامات، الغرامات اللي يطوها على كل شيء مخالف للقانون، ولو هي موجودة الغرامات كل عمرها، بس بهالفترة هذه تشدد عليها جدا كثير. ونقول لكم من واسي واحد من أخوتنا الموجودين من خلف الكاميرات اليوم أكل غرامة غريبة، غرامة المشي. تستغربون شنو هي غرامة المشي؟ ده يعبر من الشارع ولزموه وغرموه وخلوه كل اليوم يون براسي أنا تغرمت وأنا تغرمت، إنه شارع حمراء عبر، فديروا بالكم منها الله يرضى عليكم. لحد ما حد عنده فلوس زايدة، إذا عندكم فلوس زايدة أكو أماكن ثانية تقدرون تنطوا ليستفادوا منها، لأنه مو بالغرامات. همين وصلنا جديد بعض السيديات من مطربنا العزيز زيه،
موجود حاليا عند تسجيلات أنتون برودكشن, شركات أنتون. اللي يحب يقتني النسخة الجديدة من هالسي دي هذا للعزيز زيا, وكذلك وصلنا سي دي جديد للعزيزة الفنانة المحبوبة ألبرا منصور. اللي يحب يقتني موجود عندنا بالتسجيلات. كذلك نحب نطلب منكم إذا عندكم أي سي دي جديد وإحنا مستعدين لنوزع لكم إياه بالتعاون طبعا وياكم, وأهلا وسهلا بكم دائما بتسجيلات أنتون برودكشن. راح نرجع الليلة ويا مطربنا المحبوب نمير الحمداني اللي حقيقة استمتعنا بشاي حلو بعد البريك, حميناه شوية بعد ما الدفيت. يعني إذا الدفيت وجوي جوي مديدة على الشاي بعد رشفة شاي جميلة جوي. ريد شوية حركة بالغنى شوبي, تقدر تقول نفتش انت غني لك هسه ناظم الغزالي. يعني نرجع على شوبي. الخيار لك, الخيار لك ان شاء الله. ميحانة غابت شمسنا الحلو ما جانا, غابت شمسنا الحلو ما جانا. حيك حيك بابا حيك, الفرح مع لبيك, هذول اللي عذبوني هذول المرمروني, وعلى جسري المسيب سيبوني, على جسري المسيب سيبوني. عافت عيوني النوم, عافت عيوني النوم, بعدك حبيبي الروح والهانة, بعدك حبيبي العين ذبلانة. لوح القدر مكتوب, لوح القدر مكتوب, بهجرك نصيب الروح ضمآنة, بهجرك حبيبي الروح ضمآنة. حيك حيك بابا حيك, الفرح مع لبيك, هذول اللي عذبوني هذول المرمروني, وعلى جسري المسيب سيبوني, على جسري المسيب سيبوني. ظليت أنا سهران, ظليت أنا سهران, ورا نجومي ليش ما جانا, ورا نجومي ليش ما جانا. والسمر ويا الليل, والسمر ويا الليل, بعدك حبيبي الحلو خلانا, بعدك حبيبي الحلو خلانا. حياك حيك بابا حيك, الفرح مع لبيك, هذول اللي عذبوني هذول المرمروني, وعلى جسري المسيب سيبوني, على جسري المسيب سيبوني, وعلى جسري المسيب سيبوني. خلصت عبانا طبعا الغنى جميل جدا, وألف رحمة على روح بيك عزيزنا نمير.
احنا قلنا الغربه، انت ككل عراقي تغربت طبعا، تركت الوطن بظروف صعبه جدا، مشوار الغربه غنيت بي؟ انا متاكد انت ما اجيت من العراق لاستراليا طبعا بمراحل. رحت لسوريا، بس بسوريا ما كنت احب اغني، كانوا يطلبوني بالملاهي اي نوادي ليليه. انا بالعراق ما كنت اغني بنوادي ليليه، كانوا يطلبون مني، بس انا ما احب المكانات. حلو. يعني ما اشوف نفسي يعني هاي حريه شخصيه، هاي اي يعني مو طوري اني اروح اغني هناك، ما احس بغنايه انه هذا المكان اقدر اغني فيه. زين، بما انه هي غربه بسوريا واكو اماكن انه ممكن تغني بيها، كنت تغني ويا نفسك؟ إيه اكو إيه اكو إيه. اكو مره اجتيك اللي بحاول اسالك يا انه اجاك مره ويا نفسك من كثر ما الفن بداخلك قلت حتى لو تبي البيت خليه يغني؟ اي كنت انا تعرف الستلايت والاغاني اللي كانت تنزل بالعراق. شنو كان القريب عليك؟ ما كان اكو اي لون اي غنى اي لون. يعني اكثر شيء كان يعجبني اللون الطربي حلو القديم. وبعدين بديت هذا الستلايت تسمع الاغاني الشبابيه، فتتحب الاغاني السريعه. يعني مشيت السريعة. مشيت ويا الماشي بالسوق، هذه اللي مشت بالسوق انه الاغاني السريعه واللي تجذب الناس. انجبرت باغنيه غنيتها وما حبيت غنيها؟ ما اتصور انه اكو اغنيه انا ما احبها اغنيها. ما انجبرت؟ ما حد يقدر يعني هسه شيء طلبوا مني اغاني، بس هاي الأغنية ما أقدر أغنيها، ما أحب أغنيها، ما تتغنى. زين، أكو أغنية معينة على قلبك حتى وأنت بالسيارة دندن بيها؟ عندي يعني ياس خضر. أكو أغنية معينة؟ إيه كان عند الأغنية. يعني إذا تلتف على اليمين وتقول للجوي هاي أغنيتي المفضلة عزف لي إياها، ما أعتقد جوي يبخل علينا بيها. كل العراقيين يعرفوها، وبس تقول تايبين يقولون الله ياس خضر. نمير قال لنا تايبين بهالبرد، ما أدري على شي توبنا، بما أنه غنيت الموال هذا عزيزنا المخرج الأخ شيرزاد صاحب شركة أنطون توجه له التحية، وإذا أقول لك طلب من عندي أنه أقول لك لك سي دي لايف على حسابه وعلى حساب الشركة، تكون يوم حاضر تجي تسجل سي دي كامل على حساب الشركة. أشكر وقفته ويا كل الفنانين يعني اللي شفتهم أنا باللقاءات، ما قصر وما يقصر دائما. بس إذا ما إجيت وسجلت السي دي ما تقول هو ما سجله؟ لا لا، يعني
الاستوديو موجود، انت تجي تتحضر وتجي تسجل وهو عليه تسجيل. بارك الله فيك. طبعا هو باسم عزيزنا نمير همين احنا نشكر القائمين على الاستوديو. زين، بهالمناسبه نقول فتشي طربي انه حركنا شويه حمينا. شتري تشوبي؟ تريدني اظل اسالك على مشاكل استراليا وسوالف؟ فراح ندوخ. لا نريد نغني، احنا نريد نسمع غنى. نستمع. على الهودة لك يا با على الهودة لي، او العشق من الله من الله مش طايح بيدي. على الهودة لك يا با الهودة لي، او العشق من الله من الله مش طايح بيدي. شعري لبنيه قصته، يا ويلي ويلي قصته، اي شعري لبنيه قصته، وراحت لابوها وصته، راحت لابوها شواصته، جيبوا حبيبي الاوليه. على الهودة لك يا با على الهودة لي، او العشق من الله من الله اش طايح بيدي. العب حيهم جوي، حيهم اها صعد جوي. نمير، الغنى الفنان يعني إلا ناس معينين يقدر يغني وياهم، بالنسبة للمثلا عازف هم أكو هيك شيء؟ شلون لا، أكو كل مطرب يرتاح العازف اللي ينطي الشيء اللي يريده. زين، أكو فت لغة معينة بيناتهم إنه العالم ما تفتهمها بين العازف والمطرب؟ أكو الفرقة أكو وال أكو. جوي دي يجاوب، اي اكو اتفاق بيناتهم. اي يجاوب جوي، لا انه شفته انه قبل قال اي. بس احنا عندنا السكتات مثلا، اذا يريد المطرب يدخل بفد اغنيه بكوبلي يعني يعطيني اشاره اني مثلا انه راح انا ادخل، او يقول لي شيل معنى كلمه شيل، بس اريد اشرحها شيل انه يشيل بالسولو. يعني انطي جو للعالم، هاي خاصه بايقاع وبايقاع الربع وبتشوبي، هاي اكثر شيء للسير. فاكيد اكو لغه بيننا وبين المطرب، يعني اكو لغه بس اكيد الجمهور ما يعرفها. لا، لانه اكو حركات مرات نشوفك وعالم انا متاكد ما تعرفها. يعني هسه انت من دا تغني قبل ما هذا وسويت هيك، هاي اسمعناها يعني، هذه من تسوي هيك من تسوي ايدك هيك يعني قفله قفله.
زين اذا بما انه احنا حركنا الجو وخلينا يحمى ويانا ودخل ويانا على الخط، احنا قبل التسجيل كان دا يعزف ودندنتو سوى اغنيه، نقدر نقول سووا لنا ثنائي حلو فشي جديد ولا تقدرون تسووا لنا هيك شيء؟ تتباوع علي ويا جوي، انت ويا جوي مو ويا عليك اسال، عليك اسال، عليك اسال من الرايح ومن الجاي، وحنا ليك وحنا ليك وحنا لك مثل راعي ويحل الناي، عليك اسال، عليك اسال، عليك اسال من الرايح ومن الجاي، وحنا ليك وحنا ليك وحنا لك مثل راعي ويحل الناي، وقول اصبر على غيابك وفي وما تنسى احبابك، وقول اصبر على غيابك وفي وما تنسى احبابك، لابد ما الشمس تدخل وراها فياي، لابد ما الشمس تكسر وراها فياي، لابد ما الشمس تكسر وراها فياي. وين الكورس؟ عليك اسأل من الرايح ومن الجاي، وحنا لك وحنا لك وحنا لك مثل راعي يحل الناي. حياك نموري حياك. مدام الطير مهما يطير لهفه ويرجع العيشه، مدام الليل مهما يطول، مدام الليل مهما يطول، لابد ما تيجي الغبشه. مدام الطير مهما يطير لهفه ويرجع العيشه، ومدام الليل مهما يطول، مدام الليل مهما يطول، لابد ما تيجي الغبشه. وظل طول العمر اهواك، انسى روحي لو ردت انساك، وظل طول العمر اهواك، انسى روحي لو ردت انساك، لابد ما تجي تضحك فرح دنياي، لابد ما تجي تضحك فرح دنياي، لابد ما تجي تضحك فرح دنياي. عليك اسال، عليك اسال، عليك اسال من الرايح ومن الجاي، وحنا ليك وحنا ليك وحنا ليك مثل راعي ويحل الناي، وقول اصبر على غيابك وفي وما تنسى احبابك، وقول اصبر على غيابك وفي وما تنسى احبابك، لابد ما الشمس تكسر وراها فياي، لابد ما الشمس تكسر وراها فياي، لابد ما الشمس تكسر وراها فياي، لابد ما الشمس تكسر وراها فياي،
لابد مشابه تكسر وراها فيها. شفت الأغنية زقت كانت حلوة، مو لأنه نمير غناها نمير مطرب وإحنا هذا الشيء متفقين عليه، شخص صاحب صوت جميل جدا، بس الحلاها إنه خلانا نشاركه، فالله يرضى عليكم. يعني شنو المشكلة إذا شاركنا بكل شيء فرح به؟ ماكو أحلى من الفرح. خلونا نقعد نتسامر ونتشارك بكل شيء، مثل ما الأحزان نتشارك بيها نشارك بأفراحنا. حتى بالغنى نشارك. فلا تخلون مثل واحد يطلب له لارج بيتزا ويقعد ياكل البقية تباوع عليه جوعانة، يجي يوم يكتلوه لأنه أكل واحدة فالله يرضى عليكم. لا ظلوا تاكلون بواحدكم والعالم تباوع عليكم، خلونا كلنا نشترك بكل شيء. وأني لو أدري كان طلبت من العزيز شيرزات بداية لقائنا يتبرع لك بالسي دي، لا تنطلق هالقد وتكون انه متحمس اكثر. هو هسه شويه دفينا دفيت يعني ما على مود السي دي. شربنا الشاي دفانا شويه. لا لا السي دي ما يقصر شيرزاد، شو وقت ما يعني نطلب منه يعني ما في يوم يبخل على واحد بشيء. اخ عزيز انت تستاهل، انت تستاهل وهو كريم. وبالمحصله النهائيه اذا نمير سوى سي دي، اذا جوي عزف، إذا سعيد قدم، إذا شيرزات أخرج، الاستمتاع لكم. فهذا الشيء لا تنسوا إنه إحنا نقدم كل شيء لكم لأنتوا تستمتعون. فراح نرجع ويا أخونا نمير، عزيزنا نمير. أنا أقول أخويا طبعاً، إحنا أخوة وأصدقاء دائماً. الله يرضى عليك. قبل ما نوصل للختام، لأنه إذا نقعد نحكي كأصدقاء أنا متأكد رادنا ساعات وساعات، وجوي رجال وراء تليفونات للخارج يريد يخابر، فما راح نطول عليه. واحنا مثل ما قلنا بداية اللقاء، شكرنا الجزيل لك عزيزنا جوي، انه انت دائما تلبي مبدع كل شيء. احنا حقيقة دائما يلبي طلبنا بأحرج الأوقات، يجي من شغله قبل علينا، حتى لا بالشفقة والتسريحة ما مسويها. طلبت منه ينزع الشفقة، قال لي التسريحة خربانة لأنه من الشغل جاي. احنا نشكرك ونحترمك على هالجهد. عزيزي نمير، احنا نروح ونرجع حتى فرحتنا نحكي نغني موال. سبحان الله، بضحكاتنا البكي يضحكنا، الموال هذا ديننا العراقي. شنو السبب؟ احنا هو احنا العراق، احنا وعينا على المآسي. بلدنا يعني من جيل لجيل ما دا يشوف، بالأخص إحنا جيل الستينات. جيل الستينات إحنا على أساس سمونا بوقته جيل المحظوظ، جيل الثورة. بس كل الكفخات جتي بيمن جتي براسنا. أول ناس راحوا 68 وأول. فإحنا دائما نشوف الغنى مالتنا حتى الفرح بحزن. إيه، وإذا ما تقول يعني موال حزن ما يستمتع المقابلك. إيه، هو شوف دائما يعني حتى الدول العربية تستمع على الموال العراقي أكثر، يعني تنجذب إله لأن الكلام مالته قاسي، يعني شون تقول يفوت بالقلب مو بس بالقلب. الله لا يوصلنا للقساوة، إحنا مريد قساوة. هو هذا، هو هذا يعني مو قساوة، إنما يخليك تستمع إله، يعني يحسسك بالحياة اللي أنت عايشة. طبعا كل موال إله فد غاية حقيقة، هذه حقيقة. هاي المواويل ما تجي من ناس ما تعرف ايش تسوي، تكتب الحياه اللي دا تصير. نمير عليها. احنا تربينا على جيل شبوبيتنا كانت حرب ايران، اي، وبعدين دخلنا حروب، فهواي كان اكو اغاني وطنيه. اي، والوطن عزيز علينا ويستاهل نقدم له فد شيء. اذا طلبت منك فد اغنيه وطنيه بس تكون مرحه، ما نريد تبكينا احنا. لا لا، خلصانين بكي. اغنيه مفرحه وسريعه على مود ليه بدل عليك العزيز شيرزات ويقول لك سيدي. جنة 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 والله يا وطننا، جنة جنة جنة
والله يا وطن يا قمر يا حبيب يا بتراب الطيب يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة 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 والله يا وطن جنة 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 والله يا وطن يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة دوري 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 يا نوارس دوري 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 يا نوارس دوري عمة السعادة القرية والمدينة عمة السعادة القرية والمدينة حتى نارك جنة حتى نارك جنة 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 والله يا وطن جنة 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 والله يا وطن يا وطني يا حبيب يا بتراب الطيب يا وطني يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة دوارة دوارة يا دنيا دوارة راح الحبيب الغالي وانقطعت أخبارة دوارة دوارة يا دنيا دوارة راح الحبيب الغالي قطعت أخبارة راح وما رد لينا هو اللي ناسينا راح وما رد لينا هو اللي ناسينا دوارة دوارة يا دنيا دوارة راح الحبيب الغالي قطعت أخبارة لا 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 أسأل عليك الراح والجاي والله ما ظل دمع بالعين لا والله لا والله أسأل عليك الراح والجاي والله ما ظل دمع بالعين لا والله لا والله آه 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 آه, آه يا زماني آه 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 ونساني آه 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 يا زماني آه 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 ونساني دوارة دوارة يا دنيا دوارة راح الحبيب الغالي قطعت أخبارة دوارة دوارة يا دنيا دوارة راح الحبيب الغالي وانقطعت أخبارة وأنا أقول لك مهما كانت الدنيا دوارة حبيبنا الوطن ما تنقطع أخباره الوطن يبقى جنة وهو جنتنا على الأرض فيا العراق كلنا بيك نفتخر وين ما رحنا مهما تغربنا أنت تبقى بلدنا وأنت وطننا حقيقة اللقاء جدا جميل ويا أخويا وصديق عمري عزيزي نمير نمير قرياقوس واسم الفني نمير الحمداني هم نحب نذكركم قبل نهاية لقائنا بالسيديات الموجودة عندنا مثل ما قلنا الفنانة ألبرا موجود عندنا والعزيز زايا همين موجود باستوديوهاتنا فبأي وقت تحبون تقتنون النسخة الحديثة والجديدة موجود متواجدة عندنا سعر التكلفة همين أحب أشكر العزيزنا الغالي مرة ثانية احنا نظل نقول نأكد عليه جوي سعيد اللي هو جوي سعيد واني سعيد يونان واحنا اثنيناتنا سعداء بالعزيز نمير الحمداني سعيد أكثر بكم المبدع جوي اللي دائما يبدعنا بعزفة بإيقاعات الحلوة حبيبي هذا الجوي و مقدم انت عباس
الله يسلم لي راسك. انت يعني ما اعرف شو اقول لك. لا تمدح بي، لا صدق نفسي انه انا مقدم، انا مو مقدم. يعني انا محاور، انا رجال محاور. عافية عليك انه تسوي هذا الشيء، تقدم الناس تشوف الفنانين، تشوف الدكاترة وتشوف المهندسين. بالعكس هذا الشيء، وهي هاي رسالتنا الحقيقية صدقني. هذه لازم العالم تعرف انه منو موجود هنا، وهو ينعرف. ناقوس الحياة هي الكاميرا. صح. هو هذا اللي ذكرك شون السيد المسيح له المجد بنى كنيسة، والكنيسة خلت ناقوس لذكرك بالصلاة. فأنتوا الفنانين يعني ناقوسكم هو هذا الكاميرا. العالم بتذكركم العالم مو؟ من خلال الكاميرات. وإحنا همين بدورنا من خلال كاميراتنا البسيطة والمتواضعة نرحب بأي فنان يجي لنا يقدم لنا نفسه، وإحنا بكل ممنونية نسوي لقاء ويا بالمحصلة النهائية هي إله. صح. وإحنا كل ما تكبرون يا فنانينا، كل ما تكبرون وتصعدون إحنا بيكم عالين وراسنا بيكم مرفوعين. كل ما أنتوا متحابين وتغنون مع بعض يشارك الموسيقى، يشارك المطرب، المطرب يشارك القاعدين، كلنا نشارك بعضنا. فإحنا إيدنا بإيدكم، والله يوفقكم. وأني جدا أشكركم على هالتواجد مرة ثانية. الله يرضى عليكم. وبنهاية اللقاء الشكر الجزيل موصول لعزيزنا المصور القدير وللأخ شيرزاد أنتون برودكشن. وإلى اللقاء قادم بحلقة قادمة وفنان قادم. محبوبي تعال يا محلى الوصال، محبوبي تعال يا محلى الوصال، عينك من تصيد مثل عين الغزال، مثل عين الغزال. محبوبي تعال يا محلى الوصال، محبوبي تعال يا محلى الوصال، عينك من تصيد مثل عين الغزال، مثل عين الغزال. وفراقك غريب بجروحي طبيب وبروحي دلال، محبوب الحبيب وفراقك غريب لجروحي طبيب وبروحي دلال. محبوبي تعال يا محلى الوصال، محبوبي تعال يا محلى الوصال، عينك من تصيد مثل عين الغزال، مثل عين الغزال.